أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني، بهذا يهديهم الله تاسا إلى يقوانون لنا مركا انت هذا الأوحى كسوه المريي نبي أن مركا معجزة لسيه محيط هذه النبي ذي هو روحا سورة لسيه نتيجة دي كرد على تيسي محيط نبي أن أوحى إلهي سيه أكبر معجزة وأعظم معجزة وأكبر نعمة، نعمة القرآن، قرآن كإلهي سيه، قرآن أن يتلى إلى يوم الدين بإلهي سيه لا آخرنا ونش بدلين ونعد بدلك التاجرين بربان حمر كتبنيو بابور بانك الرعنيو بيدبان تقنيو واكتقنيو تولوين كباديو حقاس يو دي ما اللي يلاهو مصر يو مواجد يولو ذا مش الدين سورة إذكا إغان ملكا دين سورة يولو ذا ما لها سان سيمرنا مركا سان ما إلا باديو دوكسي كويان أيان تقنيو مركا سان المير يرو أنا ما لين يسجع الجيل كذا قرآن كواد مني كار ورب الآخر وآخرنا يا هل حبة مقفاي ولا يخطى واحد هاي هاي ده هاي ده وآخرنا يا هاي مسورة ده أو ده كمال ده ده كم ويندي كلمة ده وحنقول الكلمة ده أف عربي قال لا لا ما تغن معناه ما كشو نعمنا كشو كردو ما كردو مكسب. لا يعرف لا ولا يعرف نعم ولا يعرف أي كلمة عربية. وكلام الله من أوله إلى آخره قف حرف كبدل كرا في الدنيا مجرى ساقو قف صلاة كاير باقو قف صلاة. هذه معجزة القرآن. بريد وين مال السودان ليلى أنا ولجنة التحكيم تحكيم كوا لجنة قرصور ك ميال ليلى يعني تحكيم كمسابقة القرآن أنا كم ذا أيا ويل مالي مالي دولة دليل أفريقيا يا كوير لو ياري هكا سوفرستي أنا سؤال شوي ديني سورة الفرقان هذا هدا نخرين يبقى كسوبك ابدأ يا ولد من سورة الفرقان وأغري مركو آيذها مريو أي قال ذو نبي إليه ما آيذها سكنت ما جنة الوكيرو ما مل الوسو دجيو ما بير الوسو ميو ما كذا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نلا سحرا ولم بدر عيسان بي الظالمين تنهن هذا اللي قال ذو بوكتين شوف إله سورة ديني انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا جوابتي أرمها إذا البين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك وحا خير بدنا ذي ونزهنا ذي الذي كي إن شاء هديو دون وقد شاء وادوني جعل لك خيرا من ذلك وحا أيكو حجينيا وحا خير بدن خسين دونا جنات وتجري من تحتها الأنهار وبيدي وجنة جنة ذاهي ويجعل لك قصورا قصور وي كسين دونا وفي قراءة ويجعل لك وبكسين وبكسين ونكسين يا قصورا في الجنة
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. مركا هذا الفتى ويلكاس ما يقول شيء وأفريكان كه نعرف على بقرنين بعيدا آخرنا بصوت جميل صوت قروح بدن بوكو آخرنا مركو ماله ماله هسمري بوسك إلمي سجي بقوي بكى وأوي وأبكانا النجم ماشي في الدينين ونجاوه شيء قال إن كي أنا هيني وأنا واحد حسابي إني مهوك في دونا وإسكي اللو لي بوقي هو إنتي سيبان إلو سيسي ما حاكا أوهي إلما يري أفريكان كإيه يعني أدغال أفريقيا كيمت وحان مركا إسئري وآدي آد فعوركي قلبك أوغري فلو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما إسلها ما لنتي ما كوجو عيدهن إلهي قلبي سكوخ أبو جنه ويل أفريقيا أنت أصلي أو أفريقي أو عرب أن شق كلهن في عرب جنني بعيدها أخرية دولا تلو نبي قلبي سما كسر لحده ما يصير لعله ينوصل نسلهن ولكن هذا هو هذه هي نصرة الله قرقاك إلهي واكاسا هك نبي قواتك إن شاء الله عليه وسلم قال لي إيش هستين نواتك إنك ميت وإنهم ميتون أيالي هذه محمد وإدمان يقول هو إدمان ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ربي قيل أياد يوم القيامة إذن كون نول أو كامل أياد إلهي أكتش كدور دوري دونتان دوري نحقا سألوك على قاضي لكن تك نبي صلى الله عليه وسلم من دنيانا يقين واتر يعني يا ذكر جيسي باق النقضي يا مدح جيسي باق النقضي يا ثنائه باق النقضي يا ويل كاسير يا أفريكا كيم كأوهن وهو لا يعلم وهو لا يعرف لغة عربية ما قرأ التفسير كيف يبكي يبكي وأويب آيات الله ونبي الله يكون دفاعيه ورسولك يكون تسليينه وله يكون اسكرف بل كذبوا بالساعة وحي دون نهبط بودان هدا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سعير نار مهبان وطلق إذا رأتهم من مكان بعيد ملفق مركيك أركتو يوم القيامة سمعوا لها تغيضا وزفيرا الله أكبر غيظ إي عرو إي قوح بيكم مقلدونا على الله مقلد جهنم أي مقلدونا يذو قوحيش كذب نوال قطور دونا سكرنا فتا فليتكبر وحي ربنا سمعي فيا أخواني هذا هو القرآن هذا هو كلام الله عز وجل.